أعزتي، القبوض واحدة من المشاكل المهمة في مجتمعنا العربي. هذا الخليط أفضل خليط يعتبر لموضوع حل مشكلة القبوض، فإذا تجدون شيء يرور حصلون ثواب. كثيرين يعانون من القبوض ويراجعون الصيدليات ويراجعون الأطباء لحل هذه المشكلة. أكلاتنا بدأت تفقد الألياف، الخبز الأسمر فيه ألياف، أكل الخبز الأسمر لا ينتقمون الخبز الأبيض، الفواكه القشور مع الفواكه وفي داخل الفواكه مملية بالألياف، لكن إحنا مع الأسف نقشر التفاح وناكله. إحنا بدل ما نأكل البرتقال نشرب عصير البرتقال، راح ألياف مالتها الموجودة تعصرها راح تطلع تذبوها برا، تساعد موضوع القضاء على القبوضة. العامل الثاني تحرك، أكثرنا من الصباح للمساء قاعدين على الكراسي ولا نتحرك لا شيء، اعتيادياً القبوضة راح تزيد. إذا لا مش ما تنحاس الصبح من تقعد من النوم على ريقك غلاصين ماي دافي شوية على الدفوع عالي، فتحرك هما تحرك زايد خلي يكون عندك خبز مالك خبز أسمر فواكه ويا القشور، الفواكه تنوكل ويا القشور. إذا شفت ما حصلت نتيجة ما حصلت على نتيجة عندي خلطة، أنا راح أشوف لكم إياها الآن. الخلطة الشكر هذا التين اليابس كل مكان موجود زين، إذا خشنات سبعة كافية، إذا ناعمات خلي بعد 10-12 معناتها بالليل نقعها مثلي. أنا بارحة بالليل نقعتها، هسه الآن أجيب أديرة بالخلاطة. ملعقتين أكل دهن الزيتون خليت على الخلطة هاي، الآن راح أخلطه. عزتي الآن هذا الخليط نديره بقلاص، هذا الخليط أفضل خليط يعتبر لموضوع حل مشكلة القبوضة. بالعافية، موفقين إن شاء الله.